النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي تم حضرتها، لكن خلونا الاول نبدا بالاخبار اللي حصلت امبارح. ابرزها كان اجراء سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الملك عبد الله الثاني ملك الاردن. خلال الاتصال تم التطرق الى مناقشه عدد من الموضوعات المتعلقه بالتعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك. كمان امبارح ايضا شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع. خلينا نشوف. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، وخلال الاتصال تم التطرق لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيس على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع، وعبر رئيس الوزراء عن سعادته الكبيرة بالخطوة دي اللي بتساعد في تعميق وتوطين الصناعة المحلية. امبارح نفت الحكومة الشائعات اللي ترددت بخصوص انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه الكلام ده مش حقيقي، وإن جميع الأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية واللي بيتم تداولها في الأسواق آمنة وفعالة وذات جودة عالية ومطابقة لكافة المعايير والمتطلبات الخاصة بالتصنيع وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكا، وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للمشروعات اللي بتساهم في تنفيذها. نروح دلوقتي مع حضراتكم في جولة في المحافظات المصرية، ومعنا النهاردة مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات الجمهورية، منها تسليم 1290 طن رز تمويني وحر لتلبية احتياجات المواطنين في أسوان، وانطلاق مباريات دوري كرة القدم النسائية في الشرقية، وتنفيذ خطة علاج لإنهاء مشروعات المتعثرة في 5 مدن بقنا، وأخبار تانية من مجموعة من المحافظات هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت أخبار وأحداث كتيرة امبارح، البداية من أسوان اللي أكد فيها المحافظ اللواء أشرف عطية إن إجمالي كميات الرز اللي وصلت للمحافظة حوالي 1290 طن، منها 865 طن رز تمويني بيتم تسليمه للمواطنين بالبطاقات التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو، بجانب 425 طن رز حر بيتم بيعه في فروع الشركة المصرية المنتشرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وده بسعر 14 جنيه ونص للكيلو. في الشرقية انطلقت فعاليات دوري كرة القدم النسائية من الشرقية، وقال ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر إن الدوري بيعتبر ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بالمرأة في كل المجالات. في الأقصر قال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة إنه خلال الأسبوعين اللي فاتوا تم صرف 39 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين، ومنحة الريس بمبلغ 38 مليون جنيه بنسبة 68% بموجب البطاقات التموينية. في الغربية قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة إن أعمال تنفيذ الحملة القومية الثالثة لعام 2022 لتحصين مواشي المحافظة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع قدرت لحد دلوقتي تحصن 223 ألف رأس ماشية بنسبة 84%. في قنا عقد المحافظ اللواء أشرف الداوودي اجتماع موسع لوضع خطة عاجلة لإنهاء المشروعات المتعثرة بالوحدات المحلية في 5 مدن هي قنا ونقادة وقوس وقفط والوقف. في جامعة المنوفية افتتح الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة سلسلة من الورش الإنتاجية ضمن مبادرة حياة كريمة، واللي بتساهم في تمويل المتدربين بخامات التدريب والمساهمة الفعالة في التسويق داخل الحرم الجامعي وتنظيم دورات للتسويق الإلكتروني
اللي بتتيح ليهم البدء في مشاريعهم الصغيرة. في المنيا قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة تمكنت من تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ل 124 ألف سيدة، وده في شهر نوفمبر اللي فات. في بني سويف أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة توزيع بطاطين على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بعدد من القرى، وده ضمن حملة ستر ودفى لحماية الأسر غير القادرة من برد الشتاء. في سوهاج أعلن المحافظ اللواء طارق الفقي الانتهاء من أعمال إنشاء إدارة جهينة التعليمية وتسليمها لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة تمهيداً لبدء العمل بها.